وجهي بينكم، أشكر كل من ساهم في أن يكون هذا اللقاء ممكن من الإدارة المشرفة والأساتذة والمتدربين، خاصة الأستاذ محمود، كما أشكر جميع التلاميذ الذين حاولوا أن يساعدونا كذلك بهذا الحضور الجميل والصامت والمنتبه الذي يغري بأن ويعي بأن جلستنا ستكون ثقافية ممتعة. بطبيعة الحال أنا هنا لكي أستمع إلى أسئلتكم من دور المهم، وأسمع كذلك إذا كانت هناك ابتداعات لكم هذا هو ما يهمني أكثر، وسأكون سعيدا بأن أجيب على كل ما يداولكم من أسئلة، سواء على مستوى الكتابة الروائية أو الكتابة الثقافية القصصية أو المشهد الثقافي سواء المغربي أو العربي بصفة عامة. أشكر أستاذ على تقبلي هذه الكلمة في حقي، وأتمنى أن نفتح نقاش بقراءة لقصة حتى لا أتقن لكم، سأقرأ نماذج فقط، قصة قصيرة جدا ثم قصيرة، وفيما بعد يمكن أن نفتح نقاشا، لأن كنت قد أعددت مقالة لشخص واحد عن اللغة العربية، سميتها اللغة العربية في يومها العالمي، لكنها طويلة يمكنكم الاطلاع عليها عبر يا اما عبر الشبكه الكبيره فيسبوك على صفحتي الخاصه، او حتى عبر محرك البحث جوجل. ساقرا قصه قصيره جدا حتى يكون التواصل افضل، ساعبر عن طريقه الكتابه، ثم نفتح نقاش للاسئله، ولا تخجلوا من طرح اي سؤال يراودكم، ساكون سعيدا بالاستماع اليه ومحاوله الاجابه عبر طرح وجهه نظري الخاصه في الموضوع. القصة هي من مجموعة قصصية قصيرة جدا تسمى تحمل عنوان زفات حارقة غزل، وهي تقارب الموضوع يقارب سنة تقريبا من ناحية التحولات النفسية والغزل. بعد قراءته لقصيدة غزلية لبشار البرد مطلعها: يا ليلتي تزداد نكرة من حب من أحببت بكرة، حوراء إن نظرت إليك سقطت بالعينين حمرا. الحماس لا مثيل له، البرد السام من شرح القصيدة. أخذت تلميذة قلما، رسمت قلبا يخترقه سهم. شردت الفتاة برهة، ثم استقاقت على عبارة نطقها الأستاذ بصوته الجهوري العميق: الحب عاطفة نبيلة. فجأة حالت منه التفاتة يقظة نحو الفتاة، لمح القلم بين أناملها يداعب الورقة. غاضبا وضع الأستاذ الكتاب وبحزم توجه نحوها، مرتبكة أخفت الفتاة الورقة. متوترا وقف الأستاذ بجانبها، ثم بنظرة ساخطة خاطبها: ماذا تفعلين؟ وجلة أجابته فتاة: لا شيء لا شيء أستاذ. مصرة طردها قائلا: أريني الورقة. حمرة الخجل خضبت وجنتيها، ترددت وقفة ثم ناولته الورقة، تأملها لحظة، استفزه القلب والسهم يخترق. جلد الفتاة بنظرة حالقة، مزق الورقة ثم خاطبها قائلا: أنت فتاة قليلة الأدب. شكرا.